أبشر السيارات المستعملة هذا مفتوح منذ أكثر من 20 عاماً. يقول الموظف إن المبيعات قد ارتفعت منذ تفشي الوباء. في نفس الفترة من السنوات السابقة، تم بيع 8 إلى 10 سيارات مستعملة كل شهر، ولكن خلال الفترة التي أعقبت تفشي الوباء، تم بيع 20 إلى 25 سيارة كل شهر تقريباً. الآن بالنسبة لهم، أصبح العثور على مصادر البضائع مشكلة كبيرة. نحن الآن نذهب باستمرار إلى مقاطعات ومدن أخرى للعثور على السيارات المستعملة، فلهذا علينا أن نعمل بجد وأن نعمل ساعات إضافية دائما. كشف خير الدين أرتميل رئيس مجلس إدارة جمعية مركز تجارة السيارات المستعملة في إسطنبول أن مبيعات السيارات المستعملة في تركيا سجلت في العام الماضي حوالي 7 ملايين سيارة، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 9.5 مليون سيارة. وإذا تمت السيطرة على الوباء في مختلف البلدان واستؤنف إنتاج السيارات تدريجيا، ستنخفض أسعار السيارات المستعملة في تركيا إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. نتوقع أنه بحلول بداية العام المقبل سيعود إنتاج السيارات الجديدة العالمية إلى المستوى الطبيعي، ومع زيادة المعروض من السيارات الجديدة في السوق تدريجيا سينخفض الطلب على السيارات المستعملة وستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.